وينضم إلينا من رام الله ضياء حوشية مراسل الغد. يعني ضياء، إذن تفاصيل ما خرج به الاجتماع، اجتماع اللجنة المركزية بخصوص ملف الانتخابات. نعم شروق، يبدو أن بيان اللجنة المركزية كان واضحا، لا يمكن قراءة عكس ما تم الإعلان عنه فيما يتعلق بالانتخابات، بمعنى أن الانتخابات التي ستعقد في 22 من الشهر المقبل لن تكون هذه الانتخابات على الأرض بسبب عدم يعني رد إسرائيل على طلب السلطة الفلسطينية إجراء هذه الانتخابات. شروق، خلال 48 ساعة ستعقد القيادة الفلسطينية بحضور الأمناء العامين للفصائل وبحضور أيضا حماس وربما حركة الجهاد الإسلامي اجتماعا في مقر الرئاسة الفلسطينية. سيكون هذا الاجتماع حاسم فيما يتعلق بموضوع الانتخابات. كل الدلائل وكل القرائن تشير إلى أن الرئيس الفلسطيني سيذهب إلى تأجيل هذه الانتخابات دون تحديد موعد، وليست فقط الانتخابات التشريعية بل أن الانتخابات بمراحلها الثلاث، انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي وحتى المجلس الوطني، سيتم تأجيلها لحين موافقة إسرائيل على إعطاء أو السماح للمقدسيين المشاركة في هذه الانتخابات. الرئاسة الفلسطينية أو الرئيس الفلسطيني وعدد من الفصائل الفلسطينية أيضا يريدون أن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا واقتراعا لكل المقدسيين، وما دون ذلك هو تطبيق لصفقة القرن حسب بيان اللجنة المركزية، ولا يمكن القبول بذلك. الانتخابات فعليا ستؤجل خلال الأيام القليلة القادمة على أبعد تقدير يوم الخميس، أي قبل بدء الدعاية الانتخابية التي ستبدأ في 30 من هذا الشهر. بطبيعة الحال هناك انتقادات لربما في واسعة لدى عدد من الفصائل الفلسطينية التي ترفض هذا التأجيل وتقول يجب تحويل المعركة في مدينة القدس وإنجاح هذه الانتخابات بأي طريقة، خصوصا بأن الوضع الفلسطيني لا يحتمل التأجيل، وأن المدينة المقدسة كما انتصرت يوم أمس في إزالة الحواجز العسكرية وكسر قرارات الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، يجب أن تنتصر في مدينة القدس بإجراء الانتخابات ووضع صناديق الاقتراع عند باب العمود حيث انتفض الشبان، وأيضا في المسجد الأقصى المبارك وفي كنيسة القيامة. هذا ما يريده، لكن كل كما ذكرت كل لربما المعلومات الواردة هي تتحدث عن تأجيل واضح للانتخابات التشريعية القادمة، ولكن حتى حركة حماس ترفض هذا التأجيل، وأيضا فصائل أخرى كالجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية ترفض تأجيل الانتخابات. غالبية القوائم المشاركة وهي أكثر من 30 قائمة أيضا ترفض هذه العملية التي ستحدث إن حدثت فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات التشريعية. شكرا ضياء حوشية مراسل الغد، كنت معنا من رام الله.